لا تعلم العائلة في هذا المنزل مصير ابنتهم المعتقلة لدى الاحتلال منذ نهاية العام الماضي بذريعة إلقاء الحجارة. ملاك ليست سوى طفلة فلسطينية لم تكمل 14 ربيعا، أضحت خلف القضبان كأصغر أسيرة في سجون الاحتلال. يوم الخميس نزلوها محكمة اعتقلت في 31/12/2014، نزلوها يوم الخميس على المحكمة ما حضرناهاش، وبعدها نزلوها أخرى ثلاث محاكم. المحكمة امبارح حكموها شهرين و6000 شيكل غرامة. مثلت ملاك كغيرها من الأسرى أمام المحكمة ليصدر بحقها حكم بالسجن لمدة شهرين، حدث ليس غريبا على الاحتلال لكنه بكل تأكيد خارج عن الأعراف الدولية والأخلاقية وحتى الإنسانية التي لا تملك دولة الكيان أيا منها. ملاك حلوة بطفولتها، يعني بنت صغيرة، يعني بنت 14 سنة، شو بدك تحكي عنها؟ بنت بالصف الثامن وتروح كل يوم على مدرستها وبتروح مع بنات صفها، يعني شو بدي أحكي لك؟ يعني بالفعل يعني أنا عن جد كلنا في البيت عنا مأساة بسبب مشكلة ملاك. مؤسسات حقوقية دانت استمرار احتجاز ملاك مطالبة الدول الأعضاء في اتفاقية الطفل واتفاقيات جنيف بالضغط على إسرائيل لحثها على وقف انتهاكاتها بحق الأطفال داخل الأراضي الفلسطينية. الطفل ملاك يعني هي مش الحالة الوحيدة، يعني بشكل سنوي بتم اعتقال وما بين 500 إلى 700 طفل وعرضهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وعادة يعني المحاكم العسكرية بتفرض عقوبات بالسجن على الأطفال الفلسطينيين. ما يقرب من 200 طفل فلسطيني، متوسط اعتقال الأطفال الشهري حسب الإحصاءات الأخيرة. ملف اعتقال الأطفال بات بحاجة إلى تحرك لإنهائه. مطلوب من المؤسسات الحقوقية الدولية ومن المفوض السامي لحقوق الإنسان ومن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن يكون هناك تحرك فوري وعاجل، أولا من أجل تأمين الإفراج عن هؤلاء الأسرى الأطفال الكسر داخل السجون الإسرائيلية، وثانيا من أجل لجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في حملة الاعتقال بحق الآلاف من الأطفال، حيث شهد العام 2014 اعتقال أكثر من 1000 طفل فلسطيني تم الإفراج عن عدد منهم. الاستمرار في احتجاز ملاك إلى جانب عشرات من الأطفال الفلسطينيين في وقت تبذل فيه الجهود للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية دفع للمطالبة بتصدر ملف اعتقالهم قائمة جرائم الاحتلال. قناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الضفة المحتلة.